الأمر يا مولاي؟ يضحكني ويبكيني هذا الرقاع في آل. في هذا الرقاع تم تعيين بهلول أبي وهب قاضي القضاة. أجل يا مولاي، حدث هذا منذ توليكم العرش. هذا الرقاع ممهور بيد كل علماء بغداد ومفكريها وفقهائها، يطلبون مني تعيين أبي وهب قاضي القضاة. هذه ثقة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. من أين له الحظ يا ابن الربيع؟ لقد كان أهلا بهذه الثقة مذ كان عالما وفقيها. لكن ما الذي جرى حتى أمسى على ما هو عليه يا مولاي؟ لا أدري ما الذي أصابه يا ابن الربيع، لا أدري ما الذي أصابه. أن ينتقل إنسان من عالم فقيه إلى مجنون دفعة واحدة بين ليلة وضحاها، هذا ما لا أفهمه ولا أستوعبه. لابد أن في الأمر سرا يا مولاي. السر الذي أبحث عنه جاهدا، بثثت العيون من حوله لمراقبته من كل حدب وصوب، فما عرفوا حقا أو باطلا. يا من يأتيني بشيء من الحقيقة فيريحني. أحيانا يا مولاي أشعر به عاقلا جدا، وأحيانا أخرى لم تستطع أن تكمل يا ابن الربيع. أمست لدي قناعة بأن أبا وهب يدعي جنونه ادعاء، لكن ما تنقصني البينة، البينة التي أتوق إليها منذ زمن. أي يكون من أتباع عدوك موسى بن جعفر؟ هذا الذي أبحث عنه، وأنا على يقين أنه غير بعيد عن هذه التهمة.